مساء الخير. البوصلة، حلقة الجمعة 22 رمضان، أساطير الأولين. امبارح وقفنا في قلت لكم بالظبط كده هنبتدي بكرة مع كلمة فتحت، لأن احنا امبارح قولا واحدا للي اقتنع يعني طبعا خلصنا دكاء. ايوه، لأن احنا رسمنا ثلاث مربعات، الدكاء اللي هو دكا وكل قياساتها في القرآن، وتأكدنا ان القرآن بعموم القرآن في طوله بيوصف يوم القيامة بالدك وبالذات دك الجبال، وان هو اليوم اللي بينفخ فيه الصور، وده اللي شفناه في الايتين الشهيرتين في سوره الكهف وسوره الانبياء لواقعه انهداد سد ياجوج وماجوج لحد دلوقتي. فواحد بقى هيقول لي المربع الثاني، عشان لسه المربع الثالث بتاع ايه؟ الوعد نفسه اللي هو يوم القيامه نفسه. المربع الثاني او الكلمه اللي هنعول عليها فتحت، لان في ناس بتقول لك لا ماشي ده دك الجبل، لكن فتحت يأجوج ومأجوج دي عشان قلنا اسم الإشارة بتاع امبارح هم، فيقول لك هم اهو هيتفتحوا ازاي هم اللي يعني. المهم هم فاهمين فتحت دي يعني هم عليهم يعني، وبعدين هم بقى هيجروا علينا كده بقى زي ايه الحاجات اللي بتقولكوا الطويلة دي بتاعت مارفل ستوديوز دي لو عارفينها. ماشي، المهم وعشان اخلص بس من 500 الف رسالة، علق علق على اللي حصل. مش هعلق ليه بقى يا فندم؟ عشان فعلا احنا عايزين نهتم بالعرس الاكبر ونكمله وبعدين نتحاسب، مش مشكلة يعني الحساب اهو، مفيش اجمل من السيرة دي، لكن بس نكمل الحدث المفهوم. فبطلوا يعني، خلينا في موضوعنا، لانه لو خدت 10 دقايق يبقى حرام برضو يعني. خلاص، المهم نرجع للموضوع. فتحت بقى، بص يا سيدي، تعال نقرا الآية. احنا قلنا الآية الأولى اللي ربنا أخبرنا فيها إن ذي القرنين بنى السد وقفل عليهم، وقال نصا إنهم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يفتحوا فيه فتحة يعني قوة بيسموها. دي الآية الأولى. طب الآية بقى بتاعت وعده الأخيرة اللي هو قال عليه في الأول، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ده السد نفسه. جميل، نرجع بقى الآية الثانية اللي في الأنبياء، سورة الأنبياء الآية 96. احنا قلنا إنه في آية مشكل كده، أنا هقول لكم وجهة نظري فيها دلوقتي ببساطة، لأنه خلي بالك خدوها مني يعني، لما تفتح التفاسير القديمة وتقدر تحصل عليها دلوقتي يكاد يكون ببلاش يعني، حاجات اللي هي بتاعت الإنترنت السيديات ممكن تقرأ الطبري كابتداء لأنه قديم يعني متقدم، وابن كثير والقرطبي وكده. فهتلاقي حاجة إنه ساعات من كتر التكلف يعني الزيادة قوي والتحميل، وبتلاقي برضو مفيش في الآخر، أنا آسف يعني، حاجة اتقالت، فتلاقي الموضوع راح بعيد جدا، وهو أسهل من كده بكتير كسهل ممتنع يعني. بعدين هنتكلم في تفسير القرآن كتفسير بحد ذاتها. المهم الآية بتقول اللي هي قلت لكم عليها امبارح بقى، الآية 95 بتقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. من الظاهر انه من غير اي تكلفات في الايه، هو اسلوب بياني لطيف بلاغي، انا اسف مش بياني، انه قسم من ربنا ان القريه التي اهلكت لا تعود الى يوم القيامه، لا هي ولا ناسها. بالمناسبه يعني ايه الفرق؟ طب ما الناس لو ماتت مش هترجع اكيد. هو ربنا هنا بيتكلم على التحضيرات المسبقة إلى يوم القيامة في الطريق إليه يعني. فالظاهر أن هذه القرى القليلة جدا التاريخية التي حدثت فيها أحداث تخص الأقوام التي عصت رب العالمين، عاد وثمود وكل الأقوام اللي سمعنا عنهم دي، هي لم تعود بمعنى فيزيائي يعني، لم تسكن بعد كده. هتقولي في آية في القرآن بتقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم ما فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هنا الآية لا تعني ذات المساكن، لأن هو مرة تانية قال ربنا يعني في القرآن إنهم يمروا عليهم يعني يشوفوا أثرا بعد عين. فالظاهر إن سكن المساكن بمعنى إنهم يشوفوا ما كان. ده حل للآية، لأن هنا الآية اللي بعديها بتؤكد إن ربنا ده تأهيل ليوم القيامة، إن القرى التي عصت وخربت لا تعود. طبعا ده في الزمن، التي لأن ربنا لا يهلك قرية والكلام ده إلا لو في نبي
بعد عصر الأنبياء ليس هناك أي شيء من الكلام ده، مستحيل. ولذلك كل اللي بتشوفوه زي ما قلت لكم ساعة ما كنا عن كورونا عرضا كده، إنه ده مش غضب من ربنا ولا هو أراد، ده خطأ بشري. الآن الوضع مختلف في ظني أو كما يقول القرآن في تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع البشرية بدون أنبياء. نرجع لموضوعنا بقى. فالقسم ده أنها أنهم لا يرجعون، أهل القرية والقرية. ندخل بقى على الآية الأصعب عشان نحطها في المربعات اللي قلنا عليها. احنا قلنا ان في دك للسوق للسد اللي بناه ذي القرنين، وهو حلف انه جداء وعد ربي خلاص، وقلنا الوعد ده نفخ في الصور فيبقى وعد الآخرة. هنا بقى حتى اذا فتحت في الآية 96 يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تعال نشوف فتحت استخدام القرآن لكلمة فتحت ايه. فتحت بالشكل ده، القرآن بيحط كلمة الفتح بالعموم على ثلاث أنواع. إما الفتح بمعنى الانتصار العظيم المبين بدون حرب، عشان ما يسمولكش بعد كده الفتوحات الإسلامية اسمها الغزوات، عشان ده ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بها. فالفتح هو زي فتح مكة، فربنا يسميه إذا جاء نصر الله والفتح، أو إن فتحنا لك فتحا مبينا. يبقى أدي نوع من الذي يقول فيه القرآن عن الفتح أو استخدام الفتح. اثنين، الفتح هو القول الفصل في أمر ما، اللي هو بيان الحق والباطل، ده القرآن بيستخدمه كده. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ده فتح. بس فتح مش بجيوش أو مدن، بيان الحق. تمام كده؟ النوع الثالث بقى، وده قليل جدا وعايز استقراء، تعالوا بقى نقراه. شوف يا سيدي الآية بتاعتنا اهي، اللي هي الآية الأساسية اللي قلنا عليها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. عشان نفهمها هنسيبنا من النوع الأول اللي قلت لكم عليه، إن فتحنا لك فتحا مبينا، اللي هي في سورة الفتح الآية 1، وهنبتدي نتكلم عن السماء يوم القيامة عشان تعرفوا إنه دي تاني علامة تأيد إن ده يوم القيامة شخصيا. والأهم بقى تفهمنا إيه موضوع يأجوج ومأجوج ده وفتحت دي بالتأنيث. بالتأنيث، وخلي بالكم ربنا في البلاغة يعني مفيش كده، هو المثل الأعظم. ربنا في الآية 25 في سورة الفرقان بيقول وليوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تقول لي علاقة السماء فتحت يأجوج ومأجوج؟ أقول لك اصبر، عشان احنا هنقارن اللي هيتقال على السماء بكلمة فتحت اللي اتكررت في القرآن مرتين بس، المرة بتاعت يأجوج ومأجوج ومرة كمان. المرة كمان دي بمقارنة السماء هتفهمك. يبقى ربنا وصف هنا السماء انها تتشقق وبالغمام. ادي آية. الآية الثانية يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. ركز في كلمة تشقق دي برضو، ها؟ الأرض عنهم صراعا، يعني بالقبور. نرجع تاني للسماء، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. أول سورة في الانشقاق أو الآية في الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يوم القيامة هي شخصيا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يوم القيامة. وبعدين الآية 16 بتأيد نفس المعنى الحاقة في سورة الحاقة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. طيب كل انشقاق، هنيجي بقى لآية مهمة جدا تبين زي ما احنا الطريقه بتاعتنا ايه هو الانشقاق وايه هو الفتح بمقابله الايات. كل الايات بتتكلم عن انشقاق السماء، ده يوم القيامه، صح كده؟ يوم القيامه وانشقت السماء وهناك ورده كالدهان، واذا كل الايات يوم القيامه شخصيه. بصوا بقى الايه دي في سوره النبأ الايه 19، وخلي بالكم الايه اللي قبلها ربنا بيقول ايه بقى، يوم ينفخ في الصور، نفس الكلام اللي هناك، اصبر، فتاتون افواجا. خلي بالك من كلمه افواجا دي، وهناك بيقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. الأمواج هي أفواج مختلطة. كل ده احنا مش عايزين نوصل ان هناك ده يوم القيامة وما تبقاش علامة، لا، عايزين نوصل بقى ليأجوج ومأجوج في الفتح. بصوا بقى الآية 19، يوم القيامة اهو، ان يوم الفصل كان ميقاتا. 17 سورة النبأ، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. 18 19 بقى، وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
يبقى ربنا في أربع آيات قبل دي وصف السماء في نفس يوم القيامة من زاوية بلاغية أخرى إنها تشقق، يوم تشقق السماء بالغمام، أو انشقت أو فانشقت. وبعدين فجأة بيوصفها في نفس اليوم بنفس الحدث وفتحت السماء فكانت أبوابا. نفهم من كده إيه فندم؟ ده القرآن بيكلم بعضه، ربنا بيشرحه لنا في القرآن أن الفتح هو الانشقاق. عداني العيب كده قرآن. وفتحت دي ما استخدمتش في القرآن كله إلا في آية يأجوج ومأجوج وآية النبأ. يبقى نفهم من كده أن استخدام القرآن لكلمة فتحت هو شرح نفسه أنها انشقاق انشقاق انشقاق. ومن آيتين ثلاثة قلت لكم إيه؟ انشقت الأرض مش بس السماء. يبقى الأرض اللي بتنشق دي مع دك الجبال، ما هي المنظر واحد، احنا قلنا دكاء، انه نفس الكلمه توصف الارض انها فتحت، لان ربنا وصفها بالانشقاق ووصف السماء بالانشقاق وعرفنا معنى الانشقاق ان هو الفتح. فاهمين الدايره دي؟ تمام. يبقى انشقاق السماء هو فتحت السماء، وفتحت السماء فكانت ابوابا، وانشقاق الارض بالتالي هو اللي يوصف بالفتح، فدي حاجه بقى ارضيه. تمام؟ نرجع للآية. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. جميل جدا. يبقى نفهم من كده إن يأجوج ومأجوج إيه؟ البناء تشقق. ده كلمة الفتح. لأن ببساطة لو ربنا عايز يقول إنه فتح شيء مقصود معين وراءه قوم، في كل بقى يوم القيامة ده اللي هو عمال يوصفه بدقة، انشقت السماء وردة كالديان والأرض وسيرت الجبال وناس زي عماليق هيطلعوا يدسونا، ده كان أهم حاجة تتقال، وكان الأسلوب البلاغي كرب كإله اللي بيكتب القرآن ده نازل من عنده وهو أعظم ما كتب، يقول فتح على أو فتح إلى أو فتح ليه حسب الوصف. فتح على يأجوج، مش فتحت يأجوج ومأجوج. هتقولي طب ازاي تتسمى المكان باسم القوم؟ احكي لك انا، اطلع فاصل ده وارجع.